بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أخوكم محمود فتوح، صيدلية الأزهر 2006، جمهورية مصر العربية. النهاردة هنشرح بطريقة عملية إزاي أعرف ميعاد تقديم البي إس يو آر بتاع الدواء بتاعي. هاجي على موقع جوجل، أكتب إيما، طبعا موقع الاتحاد الأوروبي كلنا عارفينه، طبعا European Medicines Agency. هضغط عليه، أفتحه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. فتح الموقع، بخش على سيكشن الميديسنز، الأدوية، بخش على الهيومن ميديسنز، تمام، سواء كان عندي هيومن ميديسن، اللي عنده فيترينري بيخش في الفيترينري، واجي هنا ادور على بريودك سيفتي ابديت ريبورت، اضغط عليه. طبعا البريودك سيفتي ابديت ريبورت ده اللي هو التقارير الدورية المأمونية الدواء. في هنا عندي لينك اسمه ليست اوف يوروبيان يونيون ريفرنس ديت، هو ده اللي هضغط عليه. هضغط عليه هتفتح لي الصفحه دي، هنزل شويه هلاقي اكسل شيت تحت اهو اسمه ليست اوف يو ار دي اند فريكوانسي اوف سبمشن اوف بي اس يو ارز. هضغط عليها احمل فايل الاكسل اهو، نزل تحت كده، نزل عندي على الجهاز، طبعا بحفظه في اي مكان عندي على جهازي. هيفتح الفايل الاكسل، هو دلوقتي بيفتح. طبعا كل واحد، كل شركة لازم تحفظه في مكان معين. بعمل انيبل اديتنج عشان اعرف اسيرش عليه. كده تمام، عندي هنا هو بيكلمني، اول كولم مكتوب الاكتيف سابستانسز، دي المواد الفعالة، وهو ده الكولم اللي انا هسرش بيه ان شاء الله. وعندي هنا البي اس يو ار سبمشن فريكوانسي، ده اللي هي دوريه البي اس يو ار بتاع اي دواء. في دواء مثلا كل 3 سنين يتقدم، في دواء كل 13، في دواء كل 5 سنين، وهكذا. في الداتا، ده الكولم بتاع الداتا لوك بوينت، وفي ده السبمشن ديت، ده اللي هو التاريخ اللي المفروض انا بقدم فيه البي اس يو ار بتاعي. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ميعاد تقديمي البي اس يو ار بتاعي، هعمل ايه؟ هاجي على كولم المواد الفعاله من فوق واختاره، واعمل كنترول اف، واكتب اسم الماده الفعاله بتاعتي، وليكن مثلا ليفو فلوكساسين، ليفو، اكتب ليفو فلوكساسين، واعمل انتر، ظهرت لي على طول ادي الليفو فلوكساسين. نرفع الويندو ده شويه. تاريخ البي اس يو ار بتاعي اهو 5/12/2015، ده اللي هو سنترالي اوثرايزد برودكت. انما اللي اكسبت فور سنترالي اوثرايزد برودكت يبقى ميعاده 30/12، دي طبعا طريقه تسجيل في الايما. يبقى ده الميعاد تقديم البي اس يو ار بتاع الليفوفلوكساسين، وهكذا. اي ماده انت عايزها تيجي هنا، على تيجي هنا تكتب كنترول اف وتكتب اسم الماده، ويظهر لك ميعاد تقديم البي اس يو ار بتاعي. وان شاء الله هيكون في دروس تعليميه اخرى لمجال اليقظه الدوائيه. نتمنى ان احنا نكون افدناكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وان شاء الله لينكات التواصل بتاعتي موجوده في شرح الفيديو اسفل هذا الفيديو. شكرا جزيلا لكم. يتبقى سؤال بسيط، هو لو الشركة عندها مستحضرات مسجلة، هل لازم تقدم البي اس يو ار بتاعها، ولا لازم شرط ان المستحضر ينزل السوق عشان تقدم البي اس يو ار بتاعها؟ الاجابة الريفرنس بيقول ان بمجرد تسجيل المستحضر لازم تقدم البي اس يو ار في ميعاده، بغض النظر عن نزوله السوق من عدمه. لكن وزارة الصحة كمرحلة انتقالية في مصر، انا بتكلم في مصر مش في اي دولة تانية، بتسمح ان الشركة تقدم جاستيفيكيشن او تبرير لعدم تقديم البي اس يو ار في هذا الوقت، مع التعهد بتقديمه في المرات القادمة. وشكرا لحضراتكم، نلتقي ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله.